احبائي كنز الارض راح تكون في الارض. كنز الارض احبائي له مواصفات عدم الامان وعدم الضمان. الكنز السماوي له امان وله ضمان. هون طبعا بيتكلم ضد الطمع، يعني اي اولويه امام المسيح تصبح وثن، تصبح عباده غير عباده الرب. لا تكنزوا، هذا أمر ونهي، يمكن جاء بالصيغة السلبية لكن بيتكلم عن كنوز ضايعة، كنوز فانية. وكم من التجميع، ناس جمعت وجمعت ويمكن ابنها بيصرف كل شيء اللي جمعه. الكنز الأرضي وقتي وزائل، فأي كنز أنت عندك اكنزه. هنا بيجي بالإجابة، تحريض إيجابي. أين قلبك؟ أين تعلقك؟ يعني إن كنزنا هو يسوع المسيح. قال مثل ما قال بعتقد في سفر أيوب، أعتقد إنه ألفاز التيماني قال هذا التعبير، تعبير لأيوب: يكون القدير تبرك، نصيبي هو الرب. فأنا بصلي اليوم فعلا اتفكر بجدية إنه كل هالعمر اللي الإنسان بيشقى وبيتعب، هو وين كنزك؟ اشتغل، اعمل. وفعلا الله بده أنه المؤمنين وأولاده يكونوا ناجحين، وعندنا إمكانيات هائلة، بس خلينا نسعد الأرض بهذه الإمكانيات. الرب يباركك.